الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب السلام في باب فضل السلام والأمر بإفشائه، قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وفي هذا الحديث فوائد، منها أهمية السؤال لاستجلاب العلم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستفيدوا من علمه. ولذلك نجد كثيرا من الأحاديث كان سببها سؤال الناس، وهذا الذي يسأل السؤال النافع الذي يتسبب في انتشار العلم النافع له أجره ما بقي هذا العلم. ولذلك انظر إلى هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ونحن نحدث بهذا الحديث، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من رجل يحفظ هذا الحديث، وكم من عالم شرح هذا الحديث وبينوا فوائده، وكل هذا يرجع إلى من سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ وقد تتكرر هذه الصيغة في أكثر من حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب من سأله على حسب حال السائل. فهنا قاله: أي الإسلام خير؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهاتان عبادتان عظيمتان: إطعام الطعام وإقراء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإطعام الطعام ليس خاصاً بإطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين، وإنما إطعام الطعام عام في كل إطعام: إطعام الفقير والمحتاج، إطعام الصديق، إطعام المارة، إطعام عام، أي إطعام فهو يدخل في هذا الحديث. ومن محاسن الإسلام العظيمة إطعام الطعام، ولذلك من سبب دخول الجنة والارتفاع في درجاتها العالية إطعام الطعام، وهو من خير أعمال الإسلام. لذلك هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فأول ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعم الطعام. فهو من محاسن الإسلام العظيمة ومن أعظم الأعمال الصالحة التي حث عليها هذا الدين الإسلامي. قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. ومعنى تقرأ السلام يعني تلقي السلام، تلقي السلام، إقراؤه بمعنى إلقاؤه. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فانظر إلى هذا القيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الخير الذي هو من أعظم أعمال الإسلام، قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. أما الذي يقرأ السلام على من يعرف لا يدخل في هذا الفضل، لأن هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف. وذلك من السنة أن تلقي السلام على جميع الناس، عرفتهم أم لم تعرفهم، لأنك مأمور بإفشاء السلام بين المسلمين، وأنت مأجور في كل أحوالك. يعني عندما تسلم تأخذ حسنات، إذا سلمت فقط على من عرفت اقتصرت حسناتك على من عرفت، ولكن لو كنت تسلم على من عرفت ومن لا تعرف فهذا يقتضي زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. وأيضا فيه دليل على عدم التكبر ودليل على التواضع، لأن بعض أهل الكبر قد يعني يتعاظم أنه يسلم على من لا يعرف، فيسلم على من يعرف ممن هو في مكانته وفي وجاهته. والذي يلقي السلام على الجميع هذا دليل على تواضعه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك
فإنها تحيتك وتحية ذريتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه الرد على الزنادقة والكفرة والمجرمين الذين يتكلمون في مسألة خلق الإنسان ويقولون إن الإنسان كان أصله طب ثم تحول وتطور، كما يسمونه اليوم بالإنسان الأول، وأنه تطور حتى صار هكذا إلى وقتنا هذا. هذا كفر وزندقة وإلحاد، لأن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وهو أصل البشرية مذكور في القرآن والسنة. وهنا في هذا الحديث قال: لما خلق الله آدم، فآدم أبو البشرية، خلق على الصفة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. أما أن الإنسان تطور من القرد إلى إنسان، أو أن الإنسان كان إنساء بدائيا لا يعلم فتعلم، فكل هذه من الزندقة التي ينشرها اليوم الملاحدة، لأن الله عز وجل علم آدم عندما خلقه، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهنا أن الله سبحانه وتعالى علم آدم كيفية السلام بالذهاب إلى الملائكة، فالملائكة علموا آدم السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن الملائكة أرواح وأجسام، وليست كما يقول أهل الضلال أنها أرواح فقط. قلنا أرواح خيرة والشياطين أرواح شريرة، ينفون وجود الأجسام عن الملائكة وعن الشياطين، وهذا كله إلحاد وتكذيب للقرآن، تكذيب للسنة. ففي هذا الحديث أنهم كانوا جلوسا، والذي ليس جسما لا يجلس، فدل على أن الملائكة أجسام وأرواح، أرواح طيبة وأجسام طاهرة. لذلك قال في هذا الحديث: اذهب سلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فدل على أنهم خلق وأنهم مجسمون وأنهم يعني ذوات أرواح. قال: فاستمع ما يحيونك، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، يعني من بعدك. فهنا آدم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه وذهب إلى الملائكة فقال: السلام عليكم، السلام عليكم. فرد عليه الملائكة قالوا: السلام عليك ورحمة الله. زادوه: ورحمة الله. وهنا قد يأتي إشكال: لماذا الملائكة لم يقولوا: وعليك السلام ورحمة الله؟ يقال إنهم قالوا ذلك للتعليم، قالوا هذا الكلام لآدم للتعليم، قالوا: السلام عليك ورحمة الله، يعني كأنهم يقولون: قل السلام عليك ورحمة الله. وزيادة بركاته جاءت في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكمل السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا يستفاد من قول آدم عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، وقول الملائكة السلام عليك، أنك إذا جئت إلى جماعة أنك تأتي بالجمع السلام عليكم، وإذا جئت إلى المفرد تقول السلام عليك. لذلك الملائكة قالوا لآدم السلام عليك، وهو قال لهم السلام عليكم. وفي حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا نبي الله، أو كما جاء في الحديث فقال السلام عليك، يعني جعله مفردا. ويجوز هذا وهذا، ولكن هذا من باب الأفضلية. ثم قالوا عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرنا بسبع. وهذه الحديث التي فيها تحديد الأرقام بسبع، بمثلا بعشر، بست، بخمس، هذه ليست المراد منها الحصر، حصر الأوامر وحصر الفضائل، وإنما هذا من تنوع نشر العلم وحصر العلم فقط وضبط العلم، وإنما لا يراد بها حصر ما أراد به من الأوامر والفضائل.
فهنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فليست الأوامر مقتصرة بسبع، ولكن جمع السبع في حديث. قال أمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قد مر علينا شرح هذا الحديث في أبواب متقدمة، ولكن نذكره على الاختصار. فأولا قال: بعيادة المريض. عيادة المريض فضائلها عظيمة كثيرة، والمراد بعيادة المريض المريض الذي منعه المرض عن شهود الجمعة والجماعة، وليس كل مرض يدخل في عيادة المريض. قد نعم يدخل في الزيارة، لكن هل هو داخل في عيادة المريض؟ لا يدخل في عيادة المريض، لأن المريض هو من منعه مرضه من شهود الجمعة والجماعة وما اعتاد على فعله عرفا، يعني منعه المرض من مزاولة العبادات والطاعات والعادات التي يعتادها عرفا. فهذا هو المريض الذي يعاد، وجاءت في حقه فضائل زيارة المريض. أما إذا كان مريضا كما هو الذي يحدث اليوم، يعني يكون مريضا ثم يخرج من المستشفى ثم يأتي إليه الناس ولا يمنع، يعني قد تشافى لا يعني انتهى منعه من الذهاب إلى الجمعة والجماعات وما اعتاده، يكون هذا من باب الزيارة ولا يكون من باب عيادة المريض. أما إذا لو كان المرض مستمرا معه حتى بعد خروجه من المستشفى وبقائه في البيت، لا زال معه المرض، لم يتشافى بشكل كامل، ولا زال المرض يمنعه من شهود الجمعة والجماعات، فإنه يدخل في عيادة المريض. وقلنا هذا لأن مسألة عيادة المريض متعلق بها حكم شرعي، هل هي واجبة أو هي سنة؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال عيادة المريض سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض عين، ومنهم من قال هي فرض كفاية، وهذا هو الأقرب أنها فرض كفاية، يعني لا بد للمريض من عيادة، أن يعوده الناس وإلا أثموا، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. أما لو تركوا جميعا ما عادوا المريض مع علمهم بذلك وقدرتهم، فإنهم يأثمون على هذا القول الصحيح، وأظن رجحه أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. واتباع الجنائز وهذا واضح، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف وعون المظلوم. نصر الضعيف وعون المظلوم إما أن يكون بالكلام، وإما يكون بالكتابة، وإما أن يكون بالشفاعة. أي نصر للضعيف وعون للمظلوم بأي صورة كانت فهي من حق المسلم على المسلم. قال: وإفشاء السلام، وهو الشاهد لهذا الباب. إفشاؤه بمعنى أن يكون منتشرا، هذا معنى إفشاء السلام. إفشاء السلام أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإبرار المقسم، المراد بإبرار المقسم الذي يقسم عليك أن تفعل شيئا، إذا أقسم عليك فإنه من السنة أن تبر بقسمه ولا تجعله يحنث. مثلا حلف عليك قال: والله أنك تعش معي، أبر بقسمه وتعش معه ما لم يكن فيه ضرر عليك، مع أن الأصل أن الإنسان لا يحلف ولا يكثر من الحلف، لكن لو حصل وقسم فإنك تبر بهذا القسم، وهذا من حق المسلم على المسلم، ما لم يكن في ذلك ضرر عليك. فإن كان في ضرر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بيحلف يعشينا ترى احنا موفقين.